إذن هي قيمة الأهلي وعلاقات الأهلي ومسؤوليات الكابتن محمود الخطيب. إيه اللي عايزين نقول برضو لكبار الكراهية؟ ابعدوا شوية عن علاقات الأهلي بالأندية بالذات في المنطقة اللي جاية، المنطقة اللي جاية اللي دايما وأبدا مرصودة للنفخ فيها. علاقات الأهلي بالنادي الإسماعيلي على أفضل ما يكون على حقيقتها، بعيدا عن بقى مرتادي وتجار الكراهية اللي دائم النفخ في هذا البوق. كل نجوم الإسماعيلي بلا استثناء يؤكدوا على هذا، وأبرزهم مين؟ الكابتن علي بوجريشة، الكابتن نسمع بقى الكابتن علي بوجريشة. نسمع الكابتن علي بوجريشة في تثمينه لاهتمام الكابتن محمود الخطيب بدعم النادي الإسماعيلي. أنا بشكر السبع عماد والكابتن محمود الخطيب، الناس عملوا معانا جهد كبير جدا، وخطيب كمان قدم حاجات جميلة جدا يعني، وقال للعيبة حتى إحنا كنادي مش هناخد أي حاجة من الإسماعيلي يعني كده، وحتى بعض اللعيبة قال لهم فلوسكم هتاخدوها من عند الأهلي. آه الراجل ما قصرش وأدى بصراحة يعني حاجة يمكن ما اتعملتش خالص قبل كده في النادي الأهلي أو يعني كده، لكن لازم الناس تفهم وتعرف إن رغبة اللاعب هي الأهم. أنا بصراحة لما لقيت لعيبة اتأخرت في الرد يومين ثلاثة، أنا طلبت المهندس عادل القيعي وقلت له مش عايز حد. أنت حضرتك أه ده كان طلبته يا كابتن. أه قلت له مش عايز حد، أنا عايز اللي يجي يبقى عنده رغبة، إنما ضد رغبته ما يجيش، ولذلك أنا مش عايز حد. جبنا بس لعيب ناشئ بس ممتاز يعني، على فكرة الخواجة واللعيبة دي بعد كده كابتن الخواجة كاتبه ومعجب بيك. شوف الموضوع ده انا اقدر اكلمك بتفاصيل شويه فيه، لان الحقيقه من الوهله الاولى كان الاتصالات بيني وبالكابتن علي، ثم بينقل هذا الامر ليتصل الكابتن علي وكابتن الكابتن الخطيب ببعضهم. ففي البدايه موقف الاهلي ثابت اللي انتوا عايزينه، لكن في طرف لا يمكن انك انت اللي تتفقوا معاه احنا موافقين معاه. اللعيبه مواقفها متباينة ومتلخبطين، سنة بالذات نجوم المنتخب الأولمبي موجودين ومتسكنين معظمهم في إعارات مع أندية تانية في الدوري، فالمتبقي هو بعض الصاعدين المميزين جدا اللي موجود منهم حد كابتن علي نفسه أشاد بيه زياد وطلب أنه يستمر لمدة إضافية، أعتقد سيولبا طلبه يعني فيش مشكلة يعني. وأيضا لما قدر يقنع طلاع جيش أنه ياخد حسين السيد فيش مشكلة، مش عن النادي الأهلي عند طلاع جيش، لكن أحد أبناء النادي الأهلي اللي الحقيقة عايز يقول إيه. أنت مثلا كنا فترة ما قبل التوجه إلى بطولة العالم للأندية، فلما كان بيكلم لعيبة الكابتن مروان محسن، الكابتن رامي ربيعه، الكابتن سعد، ما اعرفش كلم مين كذا لعيب، كله كان مترقب انه يروح مع النادي الاهلي، فممكن يكون التردد جاء من هنا، ضيق الوقت واهميه ضيق الوقت. لكن ترحيب النادي الاهلي كمسؤولين وما زال هو، حتى كابتن علي قال الكابتن خطيب قال اللي انت عايزه خده، وهو كابتن علي قال جمله مهمه جدا، اذا كانش اللعيب يجي بملء حماسه وارادته هستفيد منه ازاي؟ وده موقف النادي الاهلي في اي لعيب بيجيله. صحيح. كان هذا هو السؤال الاول اللي كانت الناس بتسال، من اين تاتي روح الفانيلا الحمراء اللي يسال؟ ما تكلمنيش في فلوس، ما تتوقعش مني ان انا هكون اعلى فلوس، انت عايز تيجي النادي الاهلي؟ ولا لا؟ ولو حصل لك اغراءات هتعمل ايه؟ عندما يؤكد اللاعب على ذلك كنا بنمشي ورا الابعد مدى.